حيث أصدرت وحدات الجيش العربي السوري على مستودع مواد حماوية يتم استخدامها لتحضير سلاح حماوي باتجاه الجيش العربي السوري. طبعا عثرت مجموعاتنا على معمل تم الاشتباه فيه أولا أنه يخص المواد السامة والمواد الكيميائية، وتم الاتصال بخبراء من لهم خبرة في هذا المجال، وأكدوا أن هذا المعمل الذي سترونه الآن يحتوي على مختبر لتصنيع المواد السامة ذات منشأ، فيه معدات وكتب ذات منشأ سعودي، وفيه مواد وسائط وقاية ذات منشأ غربي. نلاحظ الآن هذا هي أسير فيها كلور، طبعا احيانا ممكن بعض الكلور ينكتب عليه على انه فلاش او على انه منظف، هاي التمويهات، لكن الاصل الموضوع هو ماده الكلور. نعم، يعني بعض الفحص تبين انه ماده الكلور موجوده. نعم. ماده الكلور، علما انه مكتوب عليها فلاش ومنظف. نعم. قد تكون هذه تمويهات لاجل ايصالها الى هذا المكان. نعم. طبعا بنلاقي بعد شوي كمان لقدام شوي هون بنفس المبنى اللي هو مؤلف من طابقين، بنلاقي مخبر مليء بالقوارير المخبريه الاجنبيه. نعم. ايضا انه وثائق تبع السعوديه، وثائق السعوديه هلا بتشوفوها. نعم. هلا هون المختبر. نعم، تفضل خلينا نصور. هلا هذا هون المختبر اللي بيتم فيه التصنيع. انا هون الدراسات، كانه مختبر دراسات ومختبر تجارب، اما التصنيع تحت بالقبو. نعم. مع مراجل كبيره، يعني مثلا هنا بتشوف كتب الكيمياء، قسم منها سوري وقسم منها سعودي. قسم منها على اليسار، شوف هذا بعض الكتب سورية وبعض الكتب سعودية. نعم. وهي اللوائح كمان لجيش الإسلام، وهي هون شوفوا بس المدليف خواص العصر الكيميائية. تعال شوف كمان لقدام في كمان لائحة باسم السعودية. نعم. باسم السعودية موجود هون. ايه طبعا. هلا هون موجود شيء، بس هي مواد كيماوية، يا ريت تشرح لي بس عنها شو اللي مكتوب. هلا بالنسبة للخلطة اللي كاتبينها هون، بيركلورات، بودرة ألمنيون، فالينين، 4 لتر إيثيل كلورات، هاي المواد هذه نيتروسلوز، هذه لتركيب متفجرات، هذه لتركيب متفجرات. أه. بعد تحضير الماده الكيماويه يتم تصنيعها كسلاح. اسلحه تماما. زميل كل اعمالهم، واقع وافاق الصناعه الكيميائيه بالمملكه العربيه السعوديه، جدول كامل.